هي الصلاحيات اللي طالبين بها؟ صلاحيات اللي عندك انت امكانيات باش تمارسها ماديا وماليا، اهلا وسهلا. اما باش تخلي مؤسسه يعني كل الاموال اللي تتدفق فيها اموال الخزينه العموميه، والاموال تاع الخزينه العموميه لها قوانين خاصه في تسييرها وفي صرف هذه الاموال. اذا لا كان الحريه باش نصرف المال كيما نبغي، هذه ما كانش. كل مال يصرف لازم رقابه عليه وعنده قوانين تاع صرف الاموال العموميه لانها اموال المواطنين. ما تخلق لنفسك ثروات اخرى خارج الاموال اللي تجيك من الخزينه العموميه فانت حر فيها وحر في تصرفها، بشرط انها تمشي كذلك طبقا للقواعد العامة للتسيير، التسيير المالي والتسيير الإداري والتسيير. إذن ما ندخلش في التفكير على أساس أعطيني حرية دولة داخل دولة، هذه ما تكونش. احنا دولة موحدة، صمم بي يونيتر، فيش